الإعدال للصناعات الغذائية. مع شروق شمس صباح كل يوم جديد، تغادر عشرات الناقلات الحمراء مصنع شركة دال للصناعات الغذائية حاملة إلى الأسواق منتجات الشركة الأولى في السودان في مجال التصنيع الغذائي. حصلت دال للصناعات الغذائية على موقعها الرائد هذا بالتركيز على إنتاج أفضل المنتجات المطابقة للمواصفات العالمية وباستجلاب أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة وتحت إشراف كادر وطني مؤهل وخبرات أجنبية مقتدرة بهدف تغطية احتياجات السوق المحلي وتوفير حزمة متنوعة من المنتجات لتناسب جميع الأذواق. في العام 2001 حازت دال للصناعات الغذائية على امتياز إنتاج مشروبات كوكاكولا في السودان، وشرعت في ذات العام في إنشاء أحدث مصنع في أفريقيا والشرق الأوسط، والذي استغرق حوالي 12 شهراً لتوفر بذلك ما يزيد عن 1000 فرصة عمل، بالإضافة إلى تهيئة فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة. بدأت الشركة بخطي إنتاج بلاستيك وزجاج لإنتاج مشروبات الكوكاكولا بعبوات وأحجام مختلفة تواكب ذوق المستهلك وتراعي النواحي الاقتصادية، وزادت سعة الإنتاج بإضافة 5 خطوط إنتاج مختلفة على عدة مراحل. تشمل المنتجات كوكاكولا وكوكاكولا لايت، فانتا بثلاث نكهات، التوت، البرتقال والتفاح، بالإضافة إلى مشروب الليمون المنعش سبرايت. كل هذه المنتجات متوفرة في عبوات فردية وعائلية، مرتجعة وغير مرتجعة.
إضافة إلى مياه الشرب النقية الصافية التي تتم تنقيتها بأحدث الطرق العلمية وتعبأ في عبوات فردية وعائلية. وتزداد الطاقة الإنتاجية بعد تشغيل خط إنتاج عصائر كافي، والتي تشمل نكتار طبيعي من التفاح والأناناس والمانجو والجوافة ومشكل البرتقال والفاكهة والمشمش. عصائر كافي الطبيعية تتم تعبئتها في عبوات صغيرة وعائلية. وعصائر بيبو للأطفال تأتي بخمسة نكهات: المانجو، البرتقال، الأناناس، مشكل الفاكهة والتفاح، وتعبأ في عبوات فردية. على مدار الساعة تخضع المنتجات لأنواع عديدة من الرقابة الإلكترونية والحسية والمخبرية، وتتم على أيدي مختصين من الطراز الأول. ويقوم المختبر بإجراء فحوصات لعينات عشوائية في كل ساعة تقريبا لضبط الجودة والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، سواء للمواد الأولية أو للمنتج النهائي. ركز الدال للصناعات الغذائية على استخدام التكنولوجيا الحديثة والالتزام بالمواصفات العالمية وتدريب الكوادر السودانية وجعل تحقيق أقصى درجات الجودة الثقافة السائدة في العمل. للصناعات الغذائية تبقى دوما في المقدمة.